بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم عبده ورسوله. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا ورزقا طيبا، اللهم فقهنا في الدين وافتح لنا فتوح العارفين، اللهم إنا نسألك الإخلاص في القول والعمل، اللهم آمين. فهذا درسنا في شرح المقدمة الحضرمية، ووصلنا مع بعض الفضلاء إلى كتاب الصيام. وبسبب هذا المرض الذي انتشر مؤخرا، فيروس كورونا، لم نستطع مواصلة الدرس باجتماعنا مع الإخوة الفضلاء الذين نتدارس معهم هذا المتن المبارك، ولذلك اتفقنا أن الدرس يصور أو يسجل عبر الفيديو ثم يرفع كي يستمعوا ويستمع غيرهم إن شاء الله تعالى. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل في ذلك النفع والبركة للمتكلم وللسامعين، اللهم آمين. ومن المناسب أيضا أن شهر رمضان قد قرب، فيكون هذا الدرس في التعليق على كتاب الصيام من هذا المتن المقدمة الحضرمية، يكون مناسبا لقرب شهر رمضان المبارك، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به. أقول بارك الله فيكم. يقول المصنف رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وهو العلامة عبد الله بن عبد الرحمن بافضل، قال: كتاب الصيام. الصيام في اللغة كما هو معلوم الإمساك، وأما شرعا فهو الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. والمراد طبعا بالفجر هنا الفجر الصادق، لأن الفجر الصادق هو الذي تترتب عليه الأحكام الشرعية. والله سبحانه وتعالى فرض علينا الصيام كما فرضه على الذين من قبلنا، فليست هذه الأمة أول أمة يفرض عليها الصيام. فقال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ففي هذه الآية ذكر الله سبحانه وتعالى ثلاثة أشياء: ذكر أنه فرض علينا الصيام، وذكر أنه سبحانه وتعالى قد كتبه على الذين من قبلنا، وكأن في هذا تسلية لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر سبحانه وتعالى، وهذا الأمر الثالث، الحكمة من فرضية الصيام، وهي تحقيق التقوى، وذلك بامتثال طاعة الله سبحانه وتعالى واجتناب نهيه عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم صام 9 رمضانات، لأن الصيام فرض في السنة الثانية من الهجرة، فصام النبي صلى الله عليه وسلم 9 رمضانات. وقد قال كثير من العلماء إن النبي صلى الله عليه وسلم صام 9 رمضانات كلها ناقصة، أي 29 يوما إلا واحدا فقط، فكان 30 يوما. والصيام له فوائد إيمانية، وله فوائد أيضا صحية، وله فوائد اجتماعية، تكلم على ذلك أهل السلوك ومن ينظر في مقاصد الشريعة، فلا حاجة أن نطيل الكلام حول ذلك. يقول المصنف رحمه الله تعالى رحمة واسعة: يجب صوم رمضان باستكمال شعبان 30
أو برؤية عدل الهلال. وإذا رؤي الهلال ببلد لزم من وافق مطلعهم. ذكر المصنف العلامة عبد الله بن عبد الرحمن بن فضل رحمه الله تعالى في هذا المقطع، ذكر مسألة ثبوت هلال شهر رمضان أو ثبوت شهر رمضان. والعلماء يقولون إن رمضان يثبت بأحد أمرين، إما يثبت برؤية الهلال أو بإكمال شعبان 30 يوما. وفي الحقيقة لو أردنا أن نفصل المسألة أكثر نستطيع أن نقول إن ثبوت رمضان إما أن يكون ثبوتا عاما وإما أن يكون ثبوتا خاصا. فالثبوت العام يكون بالأمرين اللذين ذكرهما المصنف رحمه الله تعالى، الأمر الأول استكمال شعبان 30 يوما، والأمر الثاني رؤية الهلال. وهذا ما دل عليه قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا شعبان 30. وقول النبي عليه الصلاة والسلام: صوموا لرؤيته، أي صوموا لرؤية هلال رمضان. وقوله عليه الصلاة والسلام: وأفطروا لرؤيته، أي أفطروا لرؤية هلال شوال. وقول النبي عليه الصلاة والسلام: صوموا لرؤيته، الضمير هنا ضمير الغائب لرؤيته، أو في قوله صلى الله عليه وسلم لرؤيته، يعود على الهلال، وإن لم يتقدم له ذكر لأنه مشهور معلوم. وإذا كان مرجع ضمير الغائب معلوما لدى السامعين معروفا، فإنه لا يحتاج إلى أن يتقدم له ذكر. ومن ذلك قول الله سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أنزلناه في ليلة القدر. فقوله سبحانه وتعالى أنزلناه، الضمير يعود على القرآن. إذن نقول يثبت رمضان الثبوت العام بأحد أمرين، إما الأمر الأول إما باستكمال شعبان 30 أو رؤية عدل الهلال. وقول المصنف رحمه الله تعالى رؤية عدل الهلال، نقول رؤية الهلال تكون بعد الغروب، بعد غروب الشمس. وقوله رؤية عدل، العدل هنا بارك الله فيكم المراد به عدل الشهادة وليس عدل الرواية، لأن عندنا عدالة تسمى عدالة الشهادة، وعندنا عدالة تسمى عدالة الرواية. ما معنى عدالة الشهادة؟ عدالة الشهادة هو الشخص الذي تجتمع فيه الشروط الآتية: أن يكون مسلما، بالغا، عاقلا، حرا، ذكرا، عدلا. يعني قد قلنا عدل الشهادة عدلا، ومعنى عدل أنه لم يرتكب كبيرة ولم يصر على صغيرة، تمام، أو أصر على صغيرة لكن طاعاته تغلب سيئاته. هذا الشرط السادس. الآن الشرط السابع أن يكون سميعا، الشرط الثامن أن يكون بصيرا، الشرط التاسع أن يكون ناطقا، الشرط العاشر أن يكون يقظا، الشرط العاشر أن يكون يقظا، الشرط الحادي عشر أن يتحلى بالمروءة، أن يتحلى بالمروءة، 11 شرطا. فإذا توفرت هذه الشروط 11 فإن هذا الشخص يوصف بكونه عدل الشهادة. طيب إذا عرفنا عدل الشهادة، يسأل سائل يقول العدل الآخر الذي هو عدل الرواية، من هو عدل الرواية؟ فنقول عدل الرواية هو من اجتمعت فيه شروط عدل الشهادة التي تقدم ذكرها إلا شرطين، هما الذكورة والحرية. فلا يشترط في عدل الرواية أن يكون ذكرا،
ولا يشترط في عد الرواية أن يكون حرا. وبالتالي قول المصنف رحمه الله تعالى هنا أو برؤية عدل الهلال، المقصود بالعدل هنا عدل الشهادة. فإذا رأى عدل الشهادة الهلال وأخبر القاضي وحكم القاضي بشهادته فإن رمضان يثبت ثبوتا عاما. لكن هنا قال العلماء لابد من رؤية عدل الشهادة، هذا الأمر الأول، ولا بد أن تكون شهادته بلفظ أشهد، يعني لابد أن يخبر بلفظ الشهادة فيقول أشهد أني رأيت الهلال. فلا يكفي أن يقول مثلا رأيت الهلال أو ما شابه ذلك، لابد أن يقول أشهد. وأيضا لابد في القاضي أن يقول حكمت بشهادته، أو يقول ثبت عندي بشهادته، أو ما شابه ذلك. إذن نقول شهر رمضان يثبت الثبوت العام بأحد أمرين، إما الأمر الأول، إما بإكمال شعبان 30 يوما، الأمر الثاني أو برؤية عدل الشهادة للهلال، تمام، للهلال، وأن يشهد عند القاضي بلفظ الشهادة، وأن يقول القاضي حكمت بناء على شهادتي أو حكمت بشهادته أو ما شابه ذلك. وطبعا العدالة هنا يكتفى فيها بالعدالة الظاهرة، ومعنى العدالة الظاهرة هي التي لا يعرف لصاحبها مفسق، ولا يشترط العدالة الباطنة التي تفتقر إلى وجود المزكين. لا يشترط في عدل الشهادة العدالة الباطنة التي تفتقر أو تحتاج أو لا تتم إلا بقول اثنين يزكونه عند القاضي. هذا بالنسبة للثبوت العام. نكمل كلام المصنف ثم نتكلم إن شاء الله عز وجل على الثبوت الخاص. قال المصنف رحمه الله تعالى وإذا رؤي ببلد لزم من وافق مطلعهم مطلعه لزم من وافق مطلعه مطلعهم مطلعهم قال وإذا رؤي الهلال ببلد لزم من وافق مطلعهم مطلعه، أي لزم الصوم على من كان مطلعهم يوافق المطلع الذي رؤي الهلال فيه. أولا هذه المسألة تسمى عند الفقهاء رحمهم الله تعالى مسألة اتحاد المطالع. ومعنى اتحاد المطالع أي أن يكون طلوع الشمس وغروب الشمس في وقت واحد، أي أن الشمس تطلع في البلدين وتغرب في البلدين في نفس الوقت في وقت واحد. والعلماء رحمهم الله تعالى قالوا إن اختلاف المطالع لا يمكن في أقل من 24 فرسخ، لا يمكن اختلاف المطالع في أقل من 24 فرسخ، وتقدير ذلك بالكيلومترات تقريبا 216 كيلومتر. وبالتالي نقول إذا اتحد البلدان بالمطالع ورؤي الهلال في أحد البلدين وجب على أهل البلد الآخر أن يصوموا، وهذا هو القول الذي اعتمده الإمام النووي رحمه الله تعالى، وهو معتمد المذهب. وطبعا الإمام الرافعي رحمه الله يرى أن العبرة بمسافة القصر، لكن المعتمد ما قرره الإمام النووي رحمه الله تعالى رحمة واسعة، ورحم الله سائر العلماء. وبالتالي نقول على سبيل المثال نحن في بلادنا في اليمن، إذا نظرنا يعني إلى الخريطة نجد أن مدينة عدن، مدينة زبيد، مدينة صنعاء، جدة، مكة، مدينة، كل هذه طلوع الشمس وغروب الشمس فيها في وقت واحد تقريبا. وبالتالي إذا رؤي الهلال على سبيل المثال في زبيد لزم أهل هذه المناطق كلها، أهل هذه المدن كلها الصيام لاتحاد
لاتحاد المطالع في هذه المدن جميعا. وإذا كانت المطالع تختلف فلا يلزم أهل البلدة الذين يختلفوا أو تختلف مطالعهم الصيام مع البلدة التي رؤي فيها الهلال. وهنا بارك الله فيكم مسألة ربما تدعو إليها الحاجة، وهي أن الإنسان إذا سافر من بلد رؤي فيه الهلال في يوم الجمعة على سبيل المثال إلى بلد رؤي فيه الهلال في يوم السبت، شخص سافر من بلد رؤي فيه الهلال يوم الجمعة إلى بلد رؤي فيه الهلال يوم السبت، فإن هذا الشخص له حكم البلد الذي سافر إليه. فإن صام أهل ذلك البلد 29 يوما فسيكون هو قد صام 30، يلزمه الصيام. وإذا صام أهل ذلك البلد الذي سافر إليه 30 يوما فإنه أيضا سيكون بالنسبة له هو اليوم 31. قال العلامة ابن حجر يلزمه أيضا أن يصوم معهم فيكون قد صام 31 يوما. وإذا كان العكس، كأن سافر هذا الشخص من البلد الذي رؤي فيه الهلال في يوم مثلا رؤي فيه الهلال في يوم السبت إلى بلد رؤي فيه الهلال في يوم الجمعة، سافر من بلد رؤي فيه الهلال يوم السبت إلى بلد رؤي فيه الهلال يوم الجمعة، أيضا له حكم البلد الذي وصل إليه. فإن كان البلد الذي وصل إليه صام 30 يوما سيكون بالنسبة له 29 يوما، ولا إشكال في هذا، ولا يلزمه قضاء يوم حتى وإن كان البلد الذي سافر منه صام 30. وإن كان البلد الذي سافر إليه صام 29 يوما فإنه سيكون قد صام 28 يوما، فيلزمه قضاء يوم، لأن الشهر الهجري الشهر القمري لا يكون إلا 29 أو 30، فلا ينقص على 29 ولا يزيد على 30، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الشهر هكذا وهكذا، يعني إما 29 وإما 30. إذن قول المصنف رحمه الله تعالى يجب صوم رمضان باستكمال شعبان 30 أو برؤية عدل الهلال، وإذا رؤي الهلال ببلد لزم من وافق مطلعهم مطلعه. هذا ما يتعلق بالثبوت العام. وأما الثبوت الخاص فنقول إن رمضان يثبت ثبوتا خاصا في صور. من تلك الصور بارك الله فيكم لو أخبر عدل الرواية أنه رأى الهلال، فمثلا امرأة أخبرت أنها رأت الهلال، وجب على كل، إذا كانت هذه المرأة موثوق بخبرها، وجب على كل من أخبرته الصيام، لكن لا يثبت، أي أن القاضي لا يحكم بشهادتها فلا يثبت الثبوت العام، لكن كل من أخبرته هذه المرأة إذا كانت موثوقة يلزمه الصيام. فمثلا إذا أخبرت أباها أو أخبرت زوجها أو أخبرت أخاها أو أسرتها فإنه يلزمهم الصيام، هذا ثبوت خاص. أيضا من صور الثبوت الخاص إذا رأى الهلال فاسق فإنه يلزمه الصيام، بل ويلزم من وقع في قلبه صدقه أن يصوم، هذا ثبوت خاص. أيضا يثبت رمضان ثبوتا خاصا بالاجتهاد، وهذا في حق نحو المحبوس، فإذا كان الإنسان محبوسا مثلا في مكان ولم يستطع أن يعرف دخول الشهر فإنه يجتهد، لم يستطع أن يعرف دخول الشهر مثلا برؤية هلال أو بإخبار من عدل أو ما شابه ذلك فإنه يجتهد. فإذا اجتهد وغلب على ظنه مثلا أن الصوم مثلا بدأ
موعده بدأ وقته فصام. فحينئذ نقول إذا صام فله ثلاثة أحوال: إما أن يقع صومه قبل رمضان، وإما أن يقع صومه بعد رمضان، وإما أن يقع صومه في رمضان. فإذا وقع الحال الأول، إذا وقع صومه قبل رمضان، فإنه ينعقد له نفلا ويلزمه أن يصوم في رمضان. وإذا وقع صومه بعد رمضان فإنه يكون له قضاء، وإذا وقع صومه في رمضان فإنه يكون له أداء. وأيضا يثبت شهر رمضان الثبوت الخاص بقول الحاسب، فالحاسب الذي يعرف دخول الشهر بالحساب عند الإمام الرملي رحمه الله يلزمه الصيام، يلزمه الصيام. الذي يعرف ثبوت رمضان بالحساب عند الإمام الرملي يلزمه الصيام، بل ويجزئه عن رمضان. وأيضا يلزم من وقع في قلبه صدقه أن يصوم، ويلزم من وقع في قلبه صدقه أن يصوم. إذن هذه الأشياء يثبت فيها رمضان بالثبوت الخاص. ثم نقول بارك الله فيكم، إن ثبوت الأشهر لا بد فيه من عدلين إلا في رمضان، فإنه يكفي فيه عدل واحد. ولذلك قال المصنف رحمه الله تعالى: أو برؤية عدل الهلال. قال: أو برؤية عدل الهلال. فقول المصنف رحمه الله برؤية عدل، هذا فيه أن شهر رمضان يثبت برؤية عدل واحد، ولا يشترط فيه شهادة اثنين بخلاف بقية الشهور. طبعا إذا ثبت رمضان برؤية عدل واحد فإن الحكم الذي يثبت هو الصيام وتوابع الصيام، من صلاة التراويح مثلا، ومن العمرة في رمضان، يعني دخول فضل وقت العمرة في رمضان التي لها فضل خاص ونحو ذلك. لكن الأحكام الأخرى التي لا بد فيها من شاهدين، كأن كان الطلاق معلقا مثلا، كأن قال رجل لزوجته: إذا دخل رمضان فأنت طالق مثلا، نقول لا تطلق، بمجرد أن شخصا واحد شهد بثبوت الهلال، حتى وإن كان هذا الشخص عدل الشهادة، لا يقع الطلاق. ننتظر حتى يعني إما إذا ثبت بشهادة اثنين، أو في اليوم الثاني سيكون قد ثبت، لأن شعبان سيكون قد انتهى طبعا وأكمل 30 يوما. إذن إنما يثبت بشهادة العدل الصوم وما يلحق بالصوم كصلاة التراويح والعمرة في رمضان ونحو ذلك. وأما الطلاق وآجال البيوع كآجال السلام ونحوها، فلا بد فيه من ثبوت الشهر بشهادة عدل. ثم بعد ذلك يقول المصنف رحمه الله تعالى: ولصحة الصوم شروط. قال: ولصحة الصوم شروط: النية لكل يوم، ويجب التبييت في الفرض دون النفل فتجزئه نيته قبل الزوال، ويجب التعيين أيضا دون الفرضية في الفرض. ذكر المصنف رحمه الله تعالى شروط صحة الصيام. نأخذ الشرط الأول على الأقل. فقال: الأول النية لكل يوم. طبعا النية معناها لغة القصد، ومعناها شرعا قصد الشيء مقترنا بفعله، ولها سبعة أحكام معروفة جمعها الناظم بقوله: حقيقة، حكم، محل، وزمن، كيفية، شرط، ومقصود حسن. وقد شرحت في أكثر من مجلس، فلا نعيد الكلام عليها مرة أخرى. فالنية اشتراطها هنا لأن الصوم عبادة، والعبادة لا بد فيه من نية. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. ثم نقول بارك الله فيكم،
إن الصوم إما أن يكون صوم فرض وإما أن يكون صوم نفل. فصوم الفرض لا بد فيه من أمرين. الأمر الأول تبييت النية من الليل، ولذلك قال المصنف رحمه الله تعالى هنا: ويجب التبييت. والتبييت معناه أن تقع النية من الليل، فلا تجزئ نية في النهار. ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صيام لمن لم يبيت النية من الليل. والليل المراد به من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، فمن بيت النية بعد طلوع الفجر، أو فمن نوى بعد طلوع الفجر، فإن صومه لا يصح. إذن لابد من تبييت النية من الليل، أي من غروب الشمس إلى طلوع الفجر. وهنا تأتي مسألة، وهي لو أنه نوى في الليل ثم بعد النوى فعل ما ينافي الصوم، كأن أكل أو شرب أو جامع أو نحو ذلك، فهل لابد من تجديد النية أو لا؟ نقول لا، لا يشترط أو لا يجب عليه أن يجدد النية حتى وإن فعل ما ينافي الصوم، إلا إذا فسخ نيته، بمعنى أنه نوى ثم بعد ذلك فسخ نيته أي ألغاها، فإننا حينئذ نقول له يشترط أن تجدد النية مرة ثانية. إذن الأمر الأول في صيام الفرض لا بد فيه من تبييت النية. ولاحظ معي أن المصنف رحمه الله تعالى يقول: ويجب التبييت في الفرض دون النفل. أما في صوم النفل فلا يجب التبييت، بل تصح النية من النهار، والمقصود أن النية تصح من النهار أي قبل الزوال، كما سيأتي بيانه إن شاء الله بعد قليل. والأمر الثاني الذي يشترط في النية في الفرض التعيين، ومعنى التعيين أن يعين أن هذا الصوم صوم رمضان أو صوم نذر أو صوم كفارة أو نحو ذلك، فلا بد من التعيين، فلا يكفي فقط أن ينوي الصيام، أن ينوي الفعل، لا بد أن يعين. وأمر ثالث، هل يشترط أو لا يشترط؟ وهو أن ينوي أن الصوم فرض، هل يشترط الفرضية، نية الفرضية أو لا تشترط؟ قال المصنف رحمه الله: دون الفرضية في الفرض، أي لا يشترط نية أي لا تشترط نية الفرضية، وهذا بخلاف الصلاة. في الصلاة تشترط ثلاثة أشياء: قصد الفعل والتعيين والفرضية. قصد الفعل والتعيين والفرضية، هنا نقول لا تشترط الفرضية، وبهذا تخالف نية الصوم نية الصلاة. هذا بالنسبة لصوم الفرض. أما صوم النفل فقال المصنف رحمه الله تعالى: ويجب التبييت في الفرض. وطبعا قوله في الفرض هذا يشمل صوم رمضان وصوم الكفارة وصوم النذر وصوم القضاء والصوم أيضا إذا أمر به الإمام في الاستسقاء. والله أعلم، نستمر قليلا إن شاء الله. قال بعد ذلك: وأما صوم النفل فتجزئه النية من النهار، لكن بشرط أن تكون النية قبل الزوال، لحديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها فسأل: هل عندكم من طعام؟ قالت: لا. فقال عليه الصلاة والسلام: فإني إذا صائم. وفي بعض الروايات: من غداء، والغداء اسم لما يوكل قبل الزوال. وقوله هنا فتجزئه نيته قبل الزوال، نقول تجزئه نيته قبل الزوال بشرط ألا يكون قد أكل مفطرا أو تناول أو تعاطى مفطرا من بعد الفجر. وقول المصنف رحمه الله: النية لكل يوم، فيه أن النية لابد منها لكل يوم من أيام رمضان، لأن كل يوم عبادة مستقلة، فلا تكفي نية لجميع الشهر. نقف هنا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. واعذرونا، هذا أول مرة أسجل بهذه الطريقة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.